استعداد امريكي اسرائيلي تحسبا للهجوم الايراني ردا على استهداف قنصليه طهران في دمشق مسؤول امريكي كشف لشبكه سينا ان واشنطن وتل ابيب تعتقدان ان الرد الايراني امر حتمي لكن التوقيت والكيفيه مجهولان وقال المسؤول انه تم الاتفاق على تنسيق موقف مشترك يجري العمل عليه تحسبا لما هو قادم ولمنع الهجوم الايراني تواصل اسرائيل ارسال رسائل شديده اللهجه تؤكد جاهزيتها للرد في اي لحظه اما الاداره الامريكيه فقد اكدت دعمها لاسرائيل وشغلت الخط الساخن مع ايران حسب ما نشرته سيناً فقد تلقت واشنطن رسالة سرية إيرانية من محمد جمشيدي مساعد الرئيس الإيراني يحذر من السقوط في فخ نتنياهو على حد وصفه الرد الأمريكي عليها كان تحذيراً مماثلاً من اتخاذ إيران الهجوم على قنصليتها في دمشق ذريعة لاستهداف المصالح الأمريكية الخارجية الامريكية وعبر المتحدث باسمها تحفظت عن كشف طريقة التواصل مع ايران لكنها اكدت ان الرسالة وصلت في الجانب الايراني وصف قائد اركان الجيش اللواء محمد باقري الهجوم الاسرائيلي بالمجنون وان الرد عليه محتوم في وقت نشرت صحيفة خراسان الايرانية ما قالت انه اهداف اسرائيلية يجب ضربها على مسمع ومرأى العالم، ألا وهي محطات الطاقة الإسرائيلية الرئيسية